عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. اهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه غادي نطرق لها مجموعه من الاخوان، غادي يقول لك السي احمد علاش ما كتضرج بوجهك نظرا لظروف صحيه ونظرا لظروف شخصيه ليس الا. ومن المساله اخرى باننا كان من المقرر اننا نجمدوا قناه الجريده المغربيه، ولكن نظرا لبعض الاتصالات من بعض المتابعين الاوفياء لقناه الجريده المغربيه قال لك حشم عليكم السي احمد. إذن عدنا والعود أحمد، وأكيد إذا كان تفاعل في القناة غادي نحاول أننا نرجع لكم بكثافة لا أنا ولا السي محمد، وإذا كان العكس حسب المزاج سننشر بعض الفيديوهات من حين لآخر. إذن باش ما نطولش عليكم غادي ندخلوا مباشرة في المواضيع ديالنا. غادي نشوفوا شيء مقزز من طرف الصحافة الإسبانية بعد انهزام المنتخب الوطني المغربي الأولمبي ضد المطادور الإسباني، وغادي نشوفوا كذلك بعض الخرجات ديال بعض القنوات والجرائد الرسمية الجزائرية وبعض الفيديوهات بعض الجزائريين فرحين بانهزام المنتخب الوطني المغربي، وغادي نهضروا كذلك ماذا تقول الصحافة والقنوات المصرية بعد قبل المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بنظيره المصري من أجل الحصول على الميدالية النحاسية. هذه المسألة اللي خاص يعاد النظر فيها، وأنا كان شاطر بعض الإخوان اللي كينشطوا على مستوى التيك توك واللي كينشطوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا ما غاديش نهضر على هذا الموضوع بإسهاب ولكم التعليق. ما سر تواجد رئيس الجامعة الملكية السيد فوزي القجع وليد الركراكي وكذلك بن محمود خلال المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي؟ انا كنعرف كاين مدرب واحد وكاين ستاف تكنيك واحد وكاين لاعبين، اذا ما سر تواجد السيد فوزي القجع وليد الركراكي وكذلك بن محمود؟ وما سر تواجد وليد الركراكي؟ راه واحد الصورة انتشرت على نطاق واسع، وجود وليد الركراكي ما بين الشوطين في مستودع الملابس ديال المنتخب الوطني المغربي، هو كيعطيهم دي كونسين. اذا شكون هو المدرب؟ واش وليد الركراكي او سكيتيوي؟ انا ما غاديش نهضر على هذا الموضوع باسهاب لان غادي تجي الوقيته وغادي نهضروا عليه بزاف ومازال، ولكن ماشي دابا ولكم التعليق. غادي نمشيو لواحد المساله مقززه وهي الصحافه الاسبانيه بعد انهزام المنتخب الوطني المغربي الاولمبي ضد نظيره المطادور الاسباني. خرجت الصحافة الإسبانية منها لاماركا منها ديبورتيفو وزيد 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 كيقول لك أن الإسبان انتقموا من المغرب. راك شنو بأن قصيناهم خلال المونديال التي دارت الأطوار ديالو بالديار القطرية سنة 2022، وكيحاولوا أنهم يتحكموا على حكيمي وكذلك سفيان رحيمي، وراه خرج واحد سامو خرج واحد التويتة ديالو وعلقوا أنه كيتهكم خاصة من أشرف حكيمي، وأكيد أنهم دخلوا عنده المغاربة وحاولوا أنهم يهاجموا في التعليقات. قال لك هذا الشيء عنصري واواوا. أش من عنصري؟ سيد كيتهكم على اللاعب ديالنا، من حق المغاربة أنهم يعلقوا، وهذه راه ماشي عنصرية بعيدا عن العنصرية، والمغاربة ما عمرهم كانوا عنصريين. وبروح رياضية كاع القنوات الرسمية المغربية راه خرجت قبل المقابلة وبعد المقابلة قالت بأن المنتخب الإسباني فهو منتخب قوي وقوي جدا، ونوهنا بالكرة الإسبانية. زيد على ذلك كان قاب قوسين أن المنتخب الوطني المغربي أنه ينتصر لو لم تكن تلك الأخطاء الدفاعية من طرف وحيدي وكذلك عدم دعم الزلزلي وراه شرحوا الصديق الحميم صاحب قناة السيد محمد الحجوي صاحب قناة منتخب فانز، حول أنكم تراجعوا هذه القناة راه شرح داك الشيء بالتفصيل، الأخطاء الدفاعية بالجملة والتكتيكات التي كان من الأجدر أنه يستعملها السيد سكيتوي حتى نفوز بالمقابلة، ولكن قدر الله ما شاء فعل والقادم أحلى. وكيشرفونا هاد الوليدات هادو كنقول لهم برافو عليكم، لأول مرة في التاريخ المنتخب الوطني الأولمبي كيوصل إلى نصف النهاية في انتظار المقابلة التي ستجمع ما بين المنتخب المغربي ونظيره المصري من أجل الحصول على الميدالية النحاسية. هنا غادي نمشيو لواحد المسألة الإخوان،
وشيء غريب وغريب جدا لا يأتينا إلا من جرى التأسس الجزائر. وهنا غادي تخرج بعض الصحافات وبعض القنوات الرسمية الجزائرية فرحانين شيء مقزز بانهزام المنتخب الوطني الأولمبي. وهنا غادي تخرج الجزائر نيوز شنو غادي تقول لك؟ هاتي الرقصات والابتسامات والضحكات العريضة ستتحول غدا إن شاء الله إلى دموع في الملعب وفي المدرجات وفرحا وسعادة في الشارع الإسباني والشارع الجزائري. وشوفوا هاد الناس، قال لك هاد الناس مسلمين، قال لك ستتحول إن شاء الله. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. غادي يخرج قناة أخرى شنو غادي تقول لك؟ عاجل، إسبانيا تلقن الدروس دروس مجانية للعياشة وترسلهم إلى المطار، 70,000 عياشي يبكون في المدرجات. سيدي غادي نبقاو حنا عياشة ودائما عياشة وعاش الملك، هذه أولا. ثانيا حنا ما مشيناش للمطار، حنا مازال عندنا واحد المقابلة مصيرية وكنحلموا الفوز بالنحاسية ضد المنتخب المصري. إذا اللعابة راهم مازالين باريس وراهم مازال كيوجدوا كيترينيوا باش يوجدوا لهاد المقابلة. إذا حنا مازال ما مشيناش للمطار. هنا واحد المسألة أخرى باش تعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار. غادي نخليكم واحد الفيديوهات، هادو جزائريين كيقول لك إن شاء الله نتمنى الانتصار للمنتخب الإسباني. سمعوا هاد التصريحات ديال هاد الأوباش هاد. سيبورتي مغرب ولا اسبانيا؟ اليوم مغرب ولا اسبانيا؟ انا بغي اسبانيا. شحال السكور؟ السكور شحال؟ اسبانيا تربح 3-5 بجوج. نتيجة 2-0 ولا تقول؟ لا الاسبان. الاسبان قال لك تكلم بلا فوتنا. والاسبان تربح ان شاء الله باذن الله. الاسبان. المغرب؟ المغرب 0 تخسر. عادي 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 تخسر المغرب باذن الله تخسر. إذا شيء مقزز قلت لك، هاد الناس لا يأتينا إلا من جرى التأسس الجزائر. على الأقل إحنا المنظومة الكروية ديالنا ما كيتحكموش فيها العسكر، كيتحكم فيها رجل محنك اسمه فوزي القجع وغادي بالكرة المغربية إلى الأمام. شوفوا أنتم المنظومة الكروية، أنتم شكون اللي كيتحكم فيها؟ كيتحكم فيها العسكر. هانتم شنو وقع لكم مع النادي نهضة بركان وقصيتوا نادي اتحاد العاصمة؟ شوفوا الكرة ديالكم الآن فين وصلت. هيا إلى المونديال وتقصيتوا من المونديال ديال قطر وتقصيتوا وخرجتوا خوي الوفاد من كأس إفريقيا السابقة من الدور الأول. شوفوا انتم المنظومة ديالكم شكون اللي كيتحكم فيها الآن. شوفوا انتم المنظومة الكروية والكرة الجزائرية غادية إلى الحضيض، وهي كأس إفريقيا إن شاء الله 2025 ستكون بالمغرب، وأكيد أكيد إن شاء الله الرحمن الرحيم هذيك الكأس غادي تبقى في الدار، في الدار عندنا. وشوفوا أنتم شنو غادي تديروا، مرحبا بكم في المغرب باش تشوفوا الجمال والمغرب والبنية التحتية و و و ومازال غادي نهضروا على هذا الشيء بإساب إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نمشيو باش نختموا هاد الحلقة هذه، غادي نمشيو للإعلام المصري. الإعلام المصري اللي كنعرفوا بأن المنتخب المصري أقصي البارحة أمام المنتخب الفرنسي، والمنتخب المصري فهو منتخب قوي وقوي للغاية، وكان قاب قوسين وكانت عنده الخبرة والتحضير كان جيد أنه كان بالإمكان دياله أنه يفوز بالمقابلة. وإلا درنا واحد المقارنة ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، هناك فرق شاسع ما بين الكرة الإسبانية والكرة الفرنسية، يعني بذلك قوة الماتادور الإسباني. على كل حال أنهم تقساوتهما بحنا بحالهم، شاءت الأقدار أننا نتلقاو من أجل الحصول على الميدالية النحاسية. أكيد أن الإعلام المصري على الأقل أنه كيشجع، وخا أنه كيحاول مرة مرة حتى هو كيخرج عن النص وكيهاجم المغاربة وكيهاجم فوزي القجع وابا، ولكن على كل حال أنهم كيحاولوا فقط أنهم كيبغوا يديروا الضغط ليس إلا. إذا خرج الإعلام المصري كيعترف بقوة المنتخب الوطني المغربي، ومن حقهم تماما كيقول لك من المقدور ديالنا أننا ننتصر في هذه المقابلة اللي من أجل الحصول كما قلت لكم على الميدالية النحاسية. نشوفوا الإعلام المصري. الماتش اللي جاي ماتش المغرب، ماتش الميدالية،
الأولى في تاريخ الأولمبياد في مشاركات مصر، شايفه إزاي يوم الخميس؟ ماتش صعب جدا جدا بلغة الكرة. ماتش احنا شفنا المغرب وأسبانيا النهاردة، ماتش كان يعني ضرب نار. يعني فعلا في كل ضغط، في هجمات، في فرص، في جهد، في كان ماتش صعب جدا على الفريقين. اعتقد ان المغرب عاملة بطولة ولا اروع، وكانت ممكن لو قابلت فرنسا. انا بعتقد كده ان اسبانيا النهارده شفت وجه الاسبانيا كده متهيالي اقوى من فرنسا، يعني اقوى من فرنسا. ترشحها هي للقب؟ مش عارف، حاسس ان ممكن تخطف اللقب. لكن بصراحه عملوا ماتش كبير قدام هم المغرب، قريبين من بعض قوي. ولكن المغرب عامله بطوله كبيره جدا، يعني كبيره جدا. فماتش صعب قوي. مصر برضو عاملة بطولة رائعة، ماتش هيبقى صعب بلغة الكورة. فاعتقد ان نتمنى طبعا ان احنا نحرز الميدالية البرونزية، لان برضو ونكلل مجهودنا في الاخر بالميدالية دي، يعني نستحق والله.